الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: حلفت امرأة على ابنها إذا نجح بتقدير جيد جدا أنها ستتبرأ منه، وكانت تريد تخويفه في ذلك، فهل عليها كفارة يمين أم ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة متفرعة على قاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى، أن من حلف على فعل شيء من المعاصي فإنه لا يجوز البر بيمينه وعليه كفارة يمين، فلا حلف في معصية ولا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. وهذه المرأة هدانا الله وإياها حلفت على أن تتبرأ من ولدها إن لم يأتي بتقدير ممتاز، وبراءة الأم من هذا الولد أمر مرفوض شرعا وغير جائز شرعا، فهي حلفت على أمر ممنوع في الشرع، فنطبق هذه القاعدة على يمينها، فيكون الناتج من هذا التطبيق أن هذه المرأة لا يجوز لها مطلقا أن تبر بهذه اليمين، لأن مقتضاها على أمر ممنوع شرعا، ولا يجب عليها أن تتبرأ من ولدها، ولا يجوز لها ذلك حتى وإن نذرت، حتى وإن حلفت، حتى وإن أقسمت بالأيمان المغلظة، لأننا لا ننظر إلى اليمين أو النذر، وإنما ننظر إلى المحلوف عليه، فإن كان طاعة لله عز وجل أوجبنا الوفاء به، وإن كان معصية لله تبارك وتعالى فلا يجوز الوفاء به، وكفارته كفارة يمين. فما على هذه المرأة إلا أن تتوب من هذه اليمين، وأن تتقي الله عز وجل في ولدها، وأن تخرج كفارة يمين حتى تنحل يمينها وتبرأ ذمتها، مع وجوب حفظ لسانها عن الوقوع في مثل ذلك مرة أخرى. أعيد الكلام مختصرا: المرأة هذه حلفت على أمر محرم ممنوع في الشرع، ومن حلف على حرام فلا يجوز له الوفاء بمقتضى يمينه وعليه كفارة يمين، وكفارة اليمين على الترتيب والتخيير، فهي على التخيير في أول الأمر بين إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أحدنا أهله، أو أن نكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة، أو أن نعتق رقبة. فإذا لم نجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فننتقل إلى صيام 3 أيام متتابعات، والله أعلم.